اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في اولى حلقاتنا هذا الاسبوع من برنامج الجدعان هناخد حضراتكم في زياره هامه جدا الى محافظه الوادي الجديد، اكبر محافظات مصر على الاطلاق. هذه المحافظه تحتل 44% من مساحه مصر، وبالتالي هي دائما ارض الفرص الواعده. تخيلوا حضراتكم مفيش نموذج واحد توجه للاستثمار في محافظه الوادي الجديد إلا وحالفه التوفيق والنجاح. إحنا بدورنا في برنامج الجدعان بقالنا 5 سنين بنوثق قصص النجاح في محافظة الوادي الجديد، وكلها بجد قصص تفرح. النهاردة هناخد حضراتكم إلى مركز باريس. هذا المركز هو الأبعد في محافظة الوادي الجديد، 8 ساعات من القاهرة، ولكن المشروع اللي زرناه كان بالفعل يستحق. هو مشروع زراعة أشجار الجوجوبا في مساحة تتجاوز 2500 فدان. اللي نفذ هذا المشروع هو المهندس إسماعيل محمد، رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي. وفي هذا المشروع هنقابل السيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. هنعرف منه مواعيد طرح الأراضي الجديدة للاستثمار الزراعي. حتى اليوم تخصيص الأراضي مغلق في محافظة الوادي الجديد، ولكن سيتم الإعلان عن موعد فتح باب تخصيص الأراضي في محافظة الوادي الجديد خلال الدقائق اللي جاية. كمان هنقابل السادة أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب. هي كانت أيام حافلة في محافظة الوادي الجديد. أنا عايز حضراتكم تنتبهوا إلى أهمية الفرص الواعدة في محافظة الوادي الجديد. لم تعد محافظة نائية، ولكن هي نمر مصري ينهض بقوة، وهي أحد أسس الأمن القومي الغذائي المصري. خلي بال حضراتكم، من كم سنة كانت الوادي الجديد بتنتج 150 ألف طن قمح، النهاردة تجاوزت 1,100,000 طن من القمح. إذن هي أحد سلال الغذاء الحقيقية لمصر والعالم. النهاردة وبكرة هنستمر مع حضراتكم في محافظة الوادي الجديد، من أول مركز باريس وحتى الفرافرة. المسافة ما بينهم حوالي 5 ساعات، ولكن المشروع اللي رحنا له لغاية الفرافرة كان يستحق هذه الزيارة بالفعل. خليكم معانا في حلقات هامة جدا من قلب محافظة الوادي الجديد، أرض الفرص الواعدة. كالعادة كل زيارة لينا في برنامج الجدعان لمحافظة الوادي الجديد بتكون مختلفة تماما عن اللي قبلها، والمرة دي تحديدا الاختلاف ضخم جدا. أولا لأن المحافظة نفسها اتغير وجهها بصورة كاملة مع مشروعات البنية الأساسية والخدمات والطرق والمناطق التجارية اللي تنفذت فيها، وثانيا أن محافظة الوادي الجديد بقى فيها فرص كتير واعدة في كل الأنشطة، وخصوصا الزراعية والصناعية والتجارية وكمان السياحية، وثالثا أنها محافظة بكر وعدد سكانها ما كملش 300,000 نسمة، والفرص فيها متعددة والنجاح مضمون للمجتهدين والجدين. والمعلومات حضراتكم، الوادي الجديد بتمثل 44% من مساحة مصر، يعني 440,098 كيلومتر، ولازم ننميها وبأفكار برا الصندوق، ويبقى فيها كل عوامل الجذب للتوطين والاستقرار والحياة الكريمة. وبالمناسبة سكانها من أطيب الناس وأهل كرم، ونسبة التعليم مرتفعة جدا بين شبابها. وخلي بال حضراتكم، من أكبر المشروعات اللي بتتنفس حالياً في الوادي الجديد هو مجمع المصالح الحكومية، وده كان تكليف رئاسي وتنفذ بتصميمات رائعة، وهيعمل نقلة للوادي الجديد، وفي حالة نجاحه هيعمم على مستوى محافظات الجمهورية. باختصار الوادي الجديد بقت فعلا كلمة السر للنجاح، وقدمنا منها لحضراتكم نماذج كتير ناجحة ومتميزة، والنهاردة هنقدم نماذج جديدة مبهرة فعلا. وهنقابل كمان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهيعلن أخبار حصرية لحضراتكم من خلال برنامج الجدعان.
دلوقتي احنا في طريقنا لمركز باريس في الوادي الجديد على بعد 8 ساعات تقريبا من القاهرة. هنزور مع حضراتكم مشروع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي MK جوجوبا، وهي شركة أنشأها المهندس الزراعي إسماعيل محمد، واللي كان حلمه طول عمره إن مصر تبقى من أهم الدول المنتجة لزيوت الجوجوبا الطبيعية المرتفعة الثمن، وكمان يعمل لها قيمة مضافة بالتصنيع، وإنه يصدرها لكل دول العالم وخصوصا أوروبا، وتقريبا نجح في تحقيق جزء كبير جدا من أحلامه. في مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد وتحديدا على الطريق المتجه لمحافظة الأقصر، اختار المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي منطقة واعدة لتنفيذ حلمه، وهو إنشاء مستعمرة عملاقة لأشجار الجوجوبا بمساحة 7500 فدان تمتد ل 150 ألف فدان حتى سنة 2030، وزرع فعلا 2000 فدان بالجوجوبا و500 فدان بالنخيل، وبيتوسع في أشجار الجوجوبا في باقي المساحة، والهدف هو إنتاج بذرة الجوجوبا واستخلاص زيوتها الطبيعية الذهبية وإدخالها في مختلف الصناعات الخاصة بمستحضرات التجميل ومركبات مكافحة الآفات الزراعية والأدوية والوقود الحيوي وغيرها، والتصدير كمان لأوروبا. تعالوا في البداية نقابل المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي MK جوجوبا. براحة كده اشرح لنا المشروع هنا. انا في حياتي ما شفت شجرة جوجوبا عمرها سنتين وبالشكل ده. انت بادئ من اول الامهات في اسيوط اللي زرناها معاك. زرنا معاك المشتل اللي بتعمل فيه 5 مليون شتلة. انت عامل منظومة كبيرة جدا. احكي لنا بقى هنا الوادي الجديد حكايته ايه معاك. انا راجل بحب مصر قوي، فحابب اعمل حاجة مصر تكون فيها رقم واحد عالميا. فاصبح احنا النهاردة بنحط مصر على خريطة الجوجوبا. وصلنا ان يكون عندنا مشاتل، عندنا سلالات منتخبه، عندنا انتاج على ارض الواقع، عندنا سوق. طيب الخطوه اللي جايه والوادي الجديد يعني بيمثل ايه للجوجوبا ان شاء الله في مصر؟ هو يعتبر يعني المناخ المثالي لزراعه الجوجوبا، تمام، اللي هو بيعتبر في تباين شديد بين درجه حراره الليل والنهار. هو ده اللي عايزاه جوجوبا. حضرتك انا النهارده لما بتكلم الوادي الجديد والمصريه الخليجيه MK جوجوبا، جت الوادي الجديد ليه؟ جت الوادي الجديد لها تارجت محدد ان هي تزرع 150 الف فدان جوجوبا في الوادي الجديد. بدانا في المشروع اللي احنا فيه 2500 فدان، ده حق انتفاع، تم زراعه منه 2000 فدان. اشتغلت المصريه الخليجيه بشكل علمي، كان الاساس ان احنا نعمل داتا ومعلومات على اساس علمي من واقع لنبات الجوجوبا، هو ده رقم واحد. تم تدريب يعني مئات المهندسين والفنيين، يعني ايه جوجوبا، يعني ايه زراعه، يعني ايه تقليم. بدانا نعمل البروتوكولات التعاون عشان نستفاد من خبراتنا ومن خبرات الجامعات المصريه والمراكز البحثيه، فقدرنا نوصل لمكانه كويسه جدا تشرف مصر. هنا في توسعات ل 150 الف فدان ولا هيبقى في كذا منطقه في الوادي الجديد وكذا مدينه؟ المكان اللي احنا فيه ان شاء الله بالترتيب مع السيد المحافظ دول فيه 50 الف فدان امتداد للمشروع. احنا خدنا 2500، بعد كده خدنا 5000، وفي امتداد نكمل المرحله الاولى كل ما نسبه جديه اتفضل. بالظبط كده. هو طبعا السيد المحافظ بنوجه له الشكر والتحيه. اي مستثمر جد ما بتاخرش عنه، يقول لك خلص زراعه تعال خد تاني. طبعا عشان نشتغل لازم تشتغل على اساس علمي. كانت الجوجوبا في البدايه كنا بنقعد 3 سنين عشان تبشر معانا. على فكره الخليجيه عندها فريق علمي وهيئه استشاريه كبيره جدا جدا جدا، بفضل الله قدرنا نوصل. ونشكر طبعا في الموضوع ده كان صاحب البحث ده وصاحب الفكره دي دكتور صابر بكير مركز بحوث الصحراء. قال انا عملت تجارب باشمهندس واقدر اخلي الجوجوبا تبكر سنه من الانتاج بتاعها، نبشر في الثانيه بدل ما نبشر في الثالثه. طب باشمهندس، يقال ان في بعض الدول وصلت لانتاجيه 2 طن في فدان اشجار الجوجوبا. دي الدول حققته كانت شغاله في المجال بقى سابقانا بعشرات السنين، صح كده؟ طبعا. طب اقول لك كلمه مشهوره عالميا بانها بحث علمي وشغل كتير قوي. اقول لك كلمه بقى، مصر قدرت تضاعف هذه الانتاج اللي انت بتتكلمه ده. اضرب الانتاج ده في 2 4 طن. احفظ الكلمه دي، تقابلني بعد 5 سنين تقول لي فين الاربعه طن. ماشي. اقول لك اتفضل اهو، مصر حققت. خلي بال حضراتكم، المهندس اسماعيل محمد رئيس الشركه المصريه الخليجيه لاستصلاح الاراضي متخصص في انتاج شتلات الجوجوبا، وبيمتلك
أكبر مشاتلها بطاقة 5 ملايين شتلة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، وبينتج الشتلات من مزرعة أمهات عظيمة لأشجار الجوجوبا في محافظة أسيوط، عمرها مش أقل من 25 سنة، وبيزرع أشجار الجوجوبا في كل مكان، الوادي الجديد والغردقة والعلمين وأسيوط ومطروح وغيرها، ده بخلاف تصدير شتلاتها لكل الدول العربية. النهاردة وراك إصرار كبير جدا على تحقيق حلمك، 150 ألف فدان، إنتاج جوبة، إنتاج بذرة، وبعدين هنسوق فين؟ السوق طالما نبات صناعي لازم تفتح له صناعات. كل يوم بنفتح صناعة شكل تقدر نبات يستخدم في الصناعة. طبعا فكر إن إحنا بنصنعه. لا 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 هي المخرج بتاعها كبذرة، إحنا عندنا جزئيتين، في مخلف وفتحنا له سوق بالنسبة للعلف وبتدخل في إضافة أعلاف وده انتهى. طب عند 50% الزيت، أنا النهاردة بعد ما عصرت وعدت زيت كنا لازم نعمل القيمة المضافة على الزيت، قدرنا نحول الزيت ليه ننزع اللون ويبقى شفاف اللون، ندخل بقى كرو ماتيريال والبيز بتاع كل منتجات السيرم بصفة عامة كلها على المستوى العالم أي كان. بس انتزعت اللون دي لوحدها، دي تكنولوجيا عالية جدا موجودة في مصر وبفضل باحثين مصريين عملوها، وقدرنا نعمل بقى الشراكات مع اخواتنا في بولندا، هناك شركائنا في بولندا. ايه بقى الموضوع ده؟ فهمني كده براحة. انت مرة واحدة جبت بولنديين وعملت معاهم بروتوكولات ويلا هنصدر لكم والتصنيع هيكون في المانيا وبولندا؟ لا فهمني دماغك براحة. بص حضرتك، احنا اتفقنا كان عندنا مشكلتين في مصر، انتاج وسوق. السوق لازم اكون عندي بدل المصدر 100 مصدر، ما مش هقف على بولندا او هقف على دولة معينة او صناعة معينة. فكان عشان تشتغل على نبات زي كده وتقدر توصله فكنت لازم تفتح له اسواق كتير. لما عملنا الشراكة مع اخوتنا البلديين، ده مصنع بينتج 530 نوع من المستحضرات التجميل، فاصبحت انت شريك في هذا المصنع، دخلت شراكة في هذا المصنع. والحاجة التانية كمان ان انت المورد الاساسي للمواد الخام. موضوع المبيدات الزراعية تم تسجيله في مصر، اول مبيد يبقى المادة الفعالة بتاعته منتجة من مصر. جوجوبا أويل تسجل على التوتا أبسلوتا وتسجل في الطماطم وانتهى خلاص، وعدت مشاكلك في التصدير من الخضار. لا ثانية واحدة بس، بالراحة شوية، انت عمال تلسع فينا مفاجآت. بالراحة شوية، دلوقتي المركب ده مركب من زيت الجوجوبا يكافح التوتا أبسلوتا اللي مدمرة الطماطم؟ بالظبط. في مزارعين استخدموه؟ طبعا. عايز اشوف الكلام ده. تأكيد الموضوع ده انتهى خلاص. ايه تاني انتجنا؟ ايه تاني؟ طيب في ابحاث شغالين فيها مع جامعة ملك فيصل برا على منع للصدى. شغالين على البيو ديزل والإضافات للوقود الحيوي، فده استخدام تاني خالص لزيت الجوجوبا. سيادتك لو كنت معانا في مؤتمر شرم الشيخ COP27، احنا طبعا كان تشرفت مؤتمر المناخ اتشرفت المصرية الخليجية ان هي نفذت اكبر مشروع في الشرق الاوسط زراعة نبات الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالج. المشروع دخل مبادرة المشاريع الخضر الذكية وخدت تاني جمهورية في المشاريع الكبرى، المشاريع المولة حكومية، واتعرض المشروع في مؤتمر المناخ. المهندس إسماعيل محمد بكل أحلامه وطموحاته وقدراته الزراعية كمهندس زراعي مخضرم، وخلاص دي بقت بنتك، انت فاهم بتفكر ازاي، هتقدر لوحدك تزرع 150 ألف فدان؟ طبعا استحالة. عملنا منظومة كويسة وده كانت محطوطة في الحسابات، ان احنا نفتح باب الاستثمار في المشروع ده. مشروع احنا بنوفر فرصة استثمارية لكل الكيانات الصغيرة. النهاردة حضرتك انت عارف الشغل في الصحراء، ما ينفعش كيان صغير يخوض الصحراء ويشتغل وينجح طبعا، فلازم يدخل مع وسط كيان كبير. الخليجية عملت ايه؟ او ام كي جوجوبا عملت ادارة اسمها ادارة الاستثمار وفتحت باب الاستثمار. قالت له احنا خدنا ارض تخصيص من المحافظة، في منها اللي تملكه في منها الحق انتفاع للمستثمر. تشرح له تمام، بتقول له اتفضل انا مستثمر. استاذ محمد انت مستثمر؟ بقول لسيادتك انا اخدت ارض من الدولة تخصيص حق انتفاع بغرض التمليك. تمام. او خدت تمليك بمقدم وملعب فيها اقساط للدولة، السعر قد كده وطريقة الدفع للدولة ومستحقاتها 1-2-3 بنفس الشروط على شركة حضرتك. حضرتك هتدخل معايا في المشروع كمستثمر وسيب 10 فدان. العشرة فدان دول تكلفة الاستصلاح والزراعة بتاعتهم 100,000 جنيه. بقول لك حضرتك ما عادش مطالب تدفع أي جنيه تاني خالص، الشركة هي اللي تبدأ تتراعي الأشجار لحد ما توصل للإنتاج، وتعمل معاك عقد تعاقد على الشغل ده لمدة 25 سنة ويجدد، إن الشركة هي اللي ملزومة تصرف على الشجرة وتحضرتك تاخد 50% من الإنتاج والشركة تاخد 50%. يعني أدفع الفلوس دي وأخد 50% من الإنتاج
وحضرتك تاخد 50% من الانتاج. بالظبط. تمام. حضرتك انت ضمنت ان محصولك تعاقدي، لان انا متعاقد معاك اخد المحصول وبعلنك السعر سنوي كمحصول تعاقدي. لو انا حددت لك السعر سي 70 جنيه ولقيت في حته بره 80، حضرتك تقدر تاخد 50% من المياه البذره بتوعك تبيعهم. طب لو حبيتك تطلع بره الاستثمار، وقت ما انت عايز تخرج بره الاستثمار تخرج منه، بس بسعر البنيه التحتيه وسعر تكاليف الفدان يوم التخارج. طب انا كمستثمر دخلت معاك في 10-20-30 ألف فدان، هستنى السبع سنين لغايه لما يبدا الانتاج، ولا اربع سنين لما يبدا البشار، ولا ايه اللي بيحصل؟ لا سيادتك هتاخد انتاج من النص 50% من اول انتاج. يعني احنا عندك يعني من اول بشار بتاعتي بعد 3 سنين. الجديده الزراعه الجديده في 23 ان شاء الله، البشار عندنا بعد سنتين، يعني نزع 23-24-25 نبش، حضرتك تاخد 50% من انتاج على طول. دلوقتي هنعمل جوله في المزرعه مع المهندس اسماعيل محمد رئيس الشركه المصريه الخليجيه لاستصلاح الاراضي ام كي جوجوبا، شفنا مختلف أعمار الشجر والتبشير اللي تم للبذرة من عمر سنتين، وده شيء نادر فعلا، ولكن نجح في تنفيذه بتقنية بسيطة اتعامل بيها مع الأشجار المذكرة. تعالوا نعرف منه احتياجاته كمستثمر في الوادي الجديد. موقع تاني وبقالنا أكتر من ساعتين بنلف في الموقع هنا، 2000 فدان مقفولين أشجار الجوبة في أعمار مختلفة زي ما حضرتك قلت لنا من أول يوم لغاية 3 سنين. نعم. انت راجل مستثمر وعملت شغل محترم جدا وكل ده عملته النهارده، طب محتاج ايه بقى؟ نساعدك ازاي؟ احنا كدوله نساعدك ازاي؟ هناخد احنا كنموذج مصرية خليجية. احنا جينا الوادي الجديد لما خدنا الارض حق انتفاع وخدنا مشروع تاني تمليك، خدنا فتره سماح. فتره سماح دي جالنا فيها كورونا، وجاتلنا 22 بالتضخم بالحرب اللي حصلت والمشاكل اللي روسيا واوكرانيا. نستأذن يعني سيد رئيس الجمهورية، نستأذن السيد المحافظ، نستأذن سيد رئيس الوزراء نظرة للمستثمرين الجديين. المستثمر اللي اشتغل وصلح وعمل آلاف الأفدنة لابد ان احنا نديله فترة سماح تانية عوضا عن الفترة اللي فاتت اللي كانت فيها تحديات، واشتغل ما وقفش. محتاجين الثلاث سنين بتوع كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا دول ناخدهم فترة سماح من مستحقات الدولة دي للمستثمر الجد، عشان نديله نفس ان يستصلح اكتر، يزرع اكتر، يوفر فرص عمالة اكتر. في قلب مزرعة الجوجوبة قابلنا اولادنا بالوادي الجديد اللي بياخدوا تدريب مستمر في المزارع الكبرى، وكانوا جايين من مركز باريس وهو على بعد ساعة تقريبا من المزرعة. تعالوا نقابل أحمد إسماعيل محمد نائب رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي ام كي جوجوبا، واللي هيشرح لحضراتكم هم ليه حريصين على تدريب الطلاب على المعاملات الزراعية لأشجار الجوجوبا. انت واقف بتتكلم مع طلبة من ولادنا وبتشرح لهم يعني الجوجوبا، استخداماتها، أهميتها لمصر، اقتصادياتها، العائد من هذا الاستثمار، رائع جدا. ايه الهدف من انت عايز توصل هذا الأمر لهؤلاء الشباب الصغار؟ احنا كمصرية خليجية بيت خبرة في زراعة الجوجوبا، طبعا من خلال بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية دايما بنسعى لنشر وزراعة وثقافة نبات الجوجوبا. فالنهاردة احنا كنا في يوم ميداني من طلبة الثانوية الزراعية لمدينة باريس، بحيث ان الطالب النهاردة وهو في اثناء دراسته يكون موجود على ارض الواقع، بيقدروا يشوفوا فيه كل التفاصيل من حيث اللي هو كيفية الزراعة، توزيع الملقحات، المسافات البينية ما بين الاشجار، الري الحديث المطور، طبعا الطاقة الشمسية والمنظومة اللي بتحاك البيئة، طبعا من حيث اللي احنا نطلع أجيال هي ملمة بكل التفاصيل بدقة عالية، بحيث اللي أنا أوصل بها للتميز. لأن أستاذ محمد كلمة تميز دي كلمة كبيرة جدا ومن الصعب اللي أنا أوصل لها، فكان لازم نشتغل عليها بكل التفاصيل. يعني أنت هنا في باريس في منطقة نائية بتلاقي العمالة اللي أنت محتاجها؟ الحمد لله بنقدر نوفر العمالة، ومن خلال الفريق اللي موجود عندنا هو فريق الاستقبال في الموقع، بيستقبل أي حد من العمالة الحديثة أو المهندس حديث التخرج، وبيبدأ من خلالها في دورة تدريبية من لا تتعدى 6 أشهر، ومن خلالها يبدأ ينزل يشتغل في الموقع، يكون مسؤول عن يونت. اليونت ده بيكون 200 فدان، بيكون معاه مجموعة وبيوصل للنتائج زي ما حضرتك شايفها دلوقتي يا أستاذ محمد، من حيث شايفين نباتات التناسق بتاعها والوضع العام والحيوية بتاعت النبات حاجة ما شاء الله. يعني كل اللي احنا حضرتك موجودين فيه النهاردة ده أنا بفضل الله دي شتلاتنا. مش كده وبس، أنا أدي لحضرتك كمان نقطة مهمة جدا، إحدى السلالات تم العمل عليها من 2016، السلالات دي هتعمل طفرة من بداية زراعتها في أرض مستديمة 2023. احنا من 2016 ل 2023 اللي بدأنا نشتغل عليها كتكاثر في المشتل، لكن ان شاء الله يتم زراعتها ارض مستديمة. انتظر مفاجأة وطفرة في سلالات الجوجوبا، من حيث العائد للانتاج للفدان الواحد هيودي الاقتصاديات الجوجوبا في حتة تانية خالص.
قابلنا في مستعمرة الجوجوبة بمركز باريس اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد واللي كان بيتفقد المشروعات الزراعية بالمحافظة مع أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري. دلوقتي هنقابل اللواء محمد الزملوط وهنواجهه بمطالب المستثمرين وهنتعرف منه على موعد طرح الأراضي الصحراوية الجديدة بغرض الزراعة وإمتى صغار المستثمرين من الشباب على مستوى الجمهورية هيلاقوا فرص للعمل بالقطاع الزراعي في محافظة الوادي الجديد ويتوطنوا فيها. دايما متعودين كل سنة نقابل حضرتك عشان نطمن على 44% مساحة مصر. أبدأ مع حضرتك مع الأمن الغذائي. مساحات القمح وصلنا لإيه؟ أنا بشكر حضرتك وأنا قلت دايما بداية الانطلاقة بتاعت الوادي الجديد كان في 2016 لما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع 1.5 مليون فدان من الوادي الجديد. الانطلاقة الثانية كان في لقاء سيادته في 12/1/2019 بأبناء الوادي الجديد 60 من الشخصيات العامة وطلع لنا أكثر من 27 قرار رئاسي. هو ده اللي حضرتك بتشوف نتائجه على الارض دلوقتي. كنا احنا لما انت بتتكلم على الامن الغذائي زي سوق القمح، احنا في كنا في 2016 2017 من 180 ل 200 الف طن بينتجهم الوادي الجديد، احنا بفضل الله السنه اللي فاتت تعدينا المليون و 100 الف 150 الف بالتعاون مع جهاز الخدمه الوطنيه في المنطقه اللي هي تتبع الوادي الجديد في منطقه مستقبل مصر الموجوده في مشروع توشكا. السنه دي احنا متوقعين ان شاء الله باذن الله برضه بالتعاون مع الخدمه جهاز الخدمه الوطنيه ان احنا ممكن نعدي ان شاء الله 1.5 مليون طن قمح من اجل انواع الاقماح الموجوده في مش فول في العالم كمان. يعني دايما بيكلمنا المصريين في الخارج عايزين نستثمر في الوادي الجديد، ما هي اليات تخصيص الاراضي في الوادي الجديد، نعمل ايه لما نشتغل في الوادي الجديد، ايه هي حوافز للعمل في الوادي الجديد؟ نقول لهم احنا بنرحب بالعميل في الخارج في الدول العربيه والدول الصديقه والدول الشقيقه كلها يعني. ويمكن انا لسه في مجموعه من سويسرا يمكن اتصلوا بيها من حوالي اسبوعين ثلاثه او شهر كان عايزين يخصصوا مساحه من الاراضي وهم بامانه من حبهم لبلدهم واللي بتمنى من كل العاملين في الخارج يعني قالوا احنا هنسدد الرسوم بالعمله الصعبه. دي هتبقى تجربه ان شاء الله يعني هم وعدوني خلال الشهر الجاي ده ان شاء الله في بعد اعياد الميلاد ان شاء الله هينزلوا. لو ان شاء الله نجحت نتمنى ان احنا نرحب بكل العاملين في الخارج حتى بانهم بس يجوا لنا يساعدونا في موضوع ان بدل ما تدفع بالجنيه المصري تدفع بالدولار ويدخلوه في حساب وزاره الماليه وحساب معروف للعمله الصعبه واحنا نرحب بيهم ده كمان ونديهم حوافز وفتره سماح اكتر بحيث نجذبهم ويعمروا الارض. اليات التخصيص يا فندم، اليات التخصيص حضرتك بيجي المحافظه يخش يعاين الارض المخصصه لها بنتفق مع وزاره الري المنطقه دي فيها مخزون جوفي اسمح بزراعه كم فدان 1000 فدان 10 20 30 50 بنحدد المنطقه بيجي حضرتك يرفع كروك بيعتمد بيكونش في تداخل مع اي مستثمر تاني. بنيجي حضرتك اذا كان هم كذا شركه بنعمل زي مزاد بينهم وبعض ولجنه وزاره الزراعه بتتمن بتقول والله الفدان ده ب 1000 ب 500 ب 1500 ب 2000 ب 2500 واحنا الايجار عندنا بتروح من 1500 لغايه 3000 طبقا المناطق بتختلف عن بعض. بنيجي بنعمل المزاد ده منتهي للتملك؟ منتهي للتملك حق انتفاع للتملك بيجي ياخد عقد ابتدائي حضرتك بيدفع نسبه من 15 ل 20% بيستعمل الارض بتاعته بيديله فتره السماح لو زراعات موسمية بنديله سنتين لو زراعات زي اللي احنا المزرعة اللي احنا فيها زي الجوبة النخيل اللي بتاخد بتقعد ايه فترة عشان تنتج بنديله من 3 سنين ل 4 سنين طبقا المساحة اللي واخدها. وتفضل كل الحمد لله احنا دلوقتي عندنا ده اللي يعني السيد الرئيس فكر فيه من 2014-2016 ان اتعمل طريق من اول الواحات حتى عندنا هنا لغاية حدودنا مع أسوان ده طول 1600 كيلو دلوقتي الطريق ده هيتم افتتاحه ان شاء الله خلال اول 23 هو جاهز ده الناس بتمشي عليه دلوقتي بس هو لسه التخطيط النهائي والاشارات المرور والحاجات دي الاتصالات المنطقه من اول باريس جنوب باريس العوينات الاقصر طريق الاقصر احنا واقفين عليه الشبكه موجوده في كل الكهرباء في مناطق فيها كهرباء الحمد لله في محطه كهرباء عندنا محطه في العوينات ومحطه في بلاط ومحطه في الخارجه يبقى احنا وفرنا بنيه اساسيه وفرنا طرق وفرنا الدوله وفرتهم ده اللي خلانا احنا دلوقتي تعدينا ال 400 الف فدان تعاقدات مع المستثمرين العرب والمصريين 400 الف فدان اكتر من 400 الف اكتر من 400 الف فدان بالاضافه لمبادره سياده الرئيس ان احنا نزرع 2.5 مليون نخله ان شاء الله في شهر 4 هنعدي المليون الاولى باذن الله وان شاء الله احنا يعني 23 24 نكون خلصنا مبادره سياده الرئيس باذن الله وجاهزين بالصناعه جاهزين صناعه التمور في بقى مصانع تمور في مصنع تمور بتعمل في العوينات مصنع محترم جدا جدا في عندنا احنا اكتر من 4 مصانع متطوره دلوقتي بقى نطور صناعه التمور يعني اسر كامله يا فندم عايزه تنقل هنا الوادي الجديد هنعمل ايه كان حلم كبير الموضوع ده احنا عملناه في مساكن ابو طرطور ان شاء الله 1600 منزل وعملنا بروتوكول مع محافظه المنوفيه ومحافظه الغربيه ومحافظه كفر الشيخ البنيه الاساسيه كانت هي المشكله عندنا في الماء والصرف الصحي لان المساكن دي من التسعينات فكان الشبكه كلها اتغيرت فبنعمل محطه جديده بس احنا واقفين عشان مش عايز اجيب المواطن يعني من كفر الشيخ او من الغرب
الغربيه 300 اسره من كل محافظه ومعهم 300 الابناء الوديدي، مش عايز اجيبه بعدين ما فيش ميه ما فيش صرف. طب بيت وارض؟ بيت وارض. قد ايه بقى يعني البيت؟ هو 5 فدان لكل بيت، هنعمل من 4 لـ5 فدان وعاملين التجربه دي الحمد لله. والشطاره وعامل زراعات مجمعه، وهيبقى هم في شركه اداره من المحافظه وعملنا بروتوكول مع المحافظين وهنعملها كتجربه وان شاء الله تنجح يا ربي، بحيث ان احنا نجذب بقى الصعيد بقى ونجذب الدقهليه والغربيه والمنوفيه والكلام ده. يا عم مروه هيفيدونا بقى ايه ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. المجمع الحكومي في الوادي الجديد المربوط بالعاصمه الاداريه، انت الوحيد اللي عملتها في مصر. تمام. انت حضرتك برضو وصلنا ليه؟ انت مستني برضو او انا حضرت وهي بتتبني وتتبني حضرتك وانت ماشي ان شاء الله لما تراجع بالسلامه تشرفنا صوروا بقى تصوير وحط القديم والجديد وشوف احنا بفضل الله اشتغل الفرش دلوقتي شغال. لا ليه افتتاح ان شاء الله من باذن الله في اول ربع الاولاني من 23. كل المصالح المواطن يدخل يخرج، بالاضافه احنا مع وزاره التخطيط هيبقى عندنا اللي هو زي مجمع اهل مصر اللي هو خدمه اهل مصر، يعني هيبقى مجمع كامل متكامل. هو اتعمل في اسوان وفي كذا وفي جنوب سيناء على ما اعتقد واسكندريه، حوالي 3 أو 4 محافظات الحمد لله الوادي الجديد. في جامعه خاصه عندنا لسه سياده الرئيس الاسبوع اللي فات صدق بجامعه خاصه في الوادي الجديد، وجه مستثمر وفعلا ده مقدم وبداوا في اجراءات تشغيلها. شوف لما تبقى في جامعه خاصه وجامعه حكوميه، احدث مستشفيات عندنا مستشفى في الداخل ان شاء الله افتتاحه برضه ان شاء الله في النص الاول من 23 باحدث الاجهزه، في مهبط في اسعاف طائر في كل حاجه، بالاضافه للمستشفى الجامعي. ادي مستشفى جامعي عندنا دلوقتي كليه الطب كليه الصيدله كليه. طب انت مستثمر يبقى كل الامكانيات اللي اتحضرتها الدوله موجوده، ما هنالك الا تيجي، والارض موجوده والميه الحمد لله موجوده بالتنسيق مع وزاره الري. مركز باريس تعدنا بايه في مركز باريس ومستقبله عامل ازاي؟ حركة اللي تقول مش مركز باريس بامانه كان وتوابعه كان المشكله فيه هنا زي ده مثلا، مشروع زي ده مشوار بعيد، كل الناس بترغب الفرافره بترغب الدخل عشان موضوع. احنا بامانه مع بالتنسيق مع وزاره عملنا دراسه الخزان الجوفي فعلا هنتيح منطقه جنوب باريس. انا بقول سنتين ثلاثة إن شاء الله باريس هتبقى فرافرة الوادي الجديد بإذن الله على القدم. كل المستثمرين حضرتك في الوادي الجديد هنا خدوا فترات سماح والناس معترفين إن المحافظة سندتهم وبقوة، ولكن الحظ العسر إن سنوات السماح جاءت في أزمات عالمية. تمام. هل ممكن نعوضهم؟ الموضوع ده عادي، كل الشركات مش تتكلم على واحد أو اتنين أو ثلاثة، كلهم فعلا تعرضوا لهذا الموقف، والسنة دي إن شاء الله هيبقى في انفراج. كورونا على حرب روسيا وأوكرانيا. كورونا حرب روسيا وأوكرانيا والتوقف وتضخم حاجة. لكن يعني الحمد لله احنا معاهم كويس، بس استاذ محمد برضو ده حق دولة طبعا. فانا بقول انت حضرتك عليك رقم، عليك 100 جنيه تعال ادفع 10% وقسط الباقي، ادفع 5% وقسط، ادفع 15%. طيب لان التقسيط هيبقى تبع وزارة مالية وهيبقى في عليه فايدة البنك المركزي يعني. ففي ناس بتقول لك خلاص انا ادفع 50، في ناس بتقول 40، لكن في واحد ايه ما بيظهرش خالص. لكن بقول لك اتفضل وقدم. يمكن انا يعلم الله امبارح كان مجلس اداره صندوق الاراضي كان معانا مستثمر واخد 2500 فدان زرع فيهم فعلا ومتصور الانتاج ما بيجيبش حاجه، ففعلا طلع اللجنه وزاره الزراعه والمديريه الزراعه والري لقوا فعلا الارض فيها كميه حجر جيري جامد، فلما قالوا الكلام ده لغينا له 655 فدان يعلم الله احنا اللي خدهم بس من 2000 و1400 قلنا الخاص دول مش هنحاسبك عليهم، ولو عايز تاخد تبدله في مكان تاني بنفس فتره السماح. فاحنا الواقع بنبقى معاه. فكرة الشراكة مع المستثمر مطروحة، ان اقول له الارض دي انا داخل معاك بنسبة في الانتاج، هاخد نسبة الانتاج بتاعتي مثلا 40% من ارضك. احنا بنعمل فكرة دلوقتي مطور الزراعي، هنيجي نقول ادي الالف فدان اهو، تعال حضرتك كده مطور زراعي، تعال تيجي لجنة الخدمات الحكومية تقول والله الفدان هنا 40,000 20,000 30 50 زي ما تقوله، وانت حضرتك حطيت بنية أساسية قدنا للفدان 50، خلاص يبقى احنا 50-50 40-40. وانا فعلا كان مستثمر عضع الفكرة دي وانا منتظره بأمانة يجي ان خصص مثلا خمس، قول له نعمل تجربة في 5000 فدان وهو هيقسمها لصغار الايه كمطور زراعي يقول والله انا الفدان كذا، واحنا وهو هنقيم، مش يعني مش هو اللي هيقيم، مش هو زي مثلا في ناس طبعا يعملوا اعلانات احنا مالناش دعوة بيهم، ده بينه وبين مواطن خلاص، لكن احنا العقد لا بيع ولا ايجار للغير. لكن لما يجي معانا يبقى انت حضرتك فتحت فلوسك فين؟ في صندوق المحافظه. صحيح. خدت عقدك منين؟ من المحافظه. انا حاسس بامان بقى، انت حاسس بامان. لكن مع شركه يقول لك طب الشركه دي لان الشركه مش من حقها لا تبيع ولا تاجر، انا بقوله عشان هوك فرصه معاك، لا تبيع ولا تاجر الا عن طريق المحافظه.
دلوقتي تعالوا نقابل النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، وهنناقشه في حال التعاونيات الزراعية وحكاية التعديلات الجديدة في قانونها اللي بيناقشه حاليا مجلس النواب. احنا في مشروع من المشروعات الرائدة في إنتاج الجوبة، وعايز أخد حضرتك لملف شديد الأهمية. أنا نما إلى علمي أن هناك فتح لملف التعاونيات في مصر، التعاونيات الزراعية، وخلينا نتفق بشكل كامل أن السبب الرئيسي في المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي هو غياب دور التعاونيات. التعاونيات دورها أن هي تعمل للفلاح كل ما يطلبه دون عملية الزراعة نفسها، بداية من استصلاح الأرض، بداية من اختيار البذور الصالحة، بداية من اختيار المويد المناسب، وصولا إلى إنتاج المحصول اللي بيطلع وعملية تسويقه، وبالتالي المزارع بيتفرغ لعملية الإنتاج. مش خايف من التسويق بالظبط لا، هي المفروض يعني التعاونيات كمان هي اللي تدعم او تفعل قانون الزراعات التعاقديه. قبل ما يبدا المزارع يزرع محصوله تقول له والله المحصول ده احنا وصلنا فيه لسعر كذا، المحصول ده وصلنا فيه لسعر كذا، بحيث ان هو النهارده المزارع يكون عنده القدره على اختيار المحصول الاقتصادي المناسب له. فاحنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنبدا نتواصل ونشوف القوانين التعاونيات اللي موجوده، بحيث ان احنا نقدر ننتقي نموذج مناسب ونبدا من حيث انتهى الاخرون. كان لسه عندنا تعديلات في قانون التعاونيات من حوالي 4 سنين وللأسف لم تستغل. يعني هو الحقيقة التعديل ده كان تعديل كويس جدا، بيسمح للتعاونيات بإنشاء شركات والتشارك مع شركات أخرى والكلام ده كله، إنما للأسف حتى الآن لم يتم استغلال أو الاستفادة من هذا الموضوع. وبالتالي احنا بقى عايزين ننسف القانون القديم ونجيب قانون يتوافق مع القوانين اللي موجودة في البلاد اللي فيها تعاونيات نجح. وهل ده هيبقى معايا نفس جهات الإدارة الحالية ولا يبقى في تغيير في الترشيحات والتعيينات والتسكية؟ ما هو المقصود بالقانون ان انا يعني ايه وضع ضوابط جديدة بالضبط، وفي نفس الوقت النهاردة لازم اضخ دماء جديدة، لازم النهاردة يكون في آلية. النهاردة انا يعني رئيس الجمهورية بقت انتخاباته مدتين، ما ينفعش رئيس جمعية زراعية يفضل طول العمر. صحيح. وبالتالي المفاتيح القديمة لا تفتح الأقفال الجديدة، فأنا محتاج النهاردة أن أنا أجيب ناس عندها قدرة على إدارة هذا الملف بالصورة الإيجابية اللي هتضيف في الآخر لصالح المواطن المصري. الزيارة كان بيشارك فيها بقوة النائب أحمد إبراهيم البنا عضو لجنة الزراعة، وهو من أبرز خبراء صناعة الدواجن، وهنناقشه في الموقف الحالي للصناعة والحلول اللي بيقدمها مجلس النواب لإنقاذ صناعة الدواجن. أنا عايز أتكلم مع حضرتك على صناعة الدواجن. حضرتك في الأساس أحد رجال هذه الصناعة، والصناعة تواجه أزمة كبرى، ولم أجد حتى الآن أي محاسبة لمن تسبب في هذه الأزمة. عايز أسمع من حضرتك أين مجلس النواب من أزمة صناعة الدواجن التي امتدت للأسماك والثروة الحيوانية؟ الملف مش غايب، احنا بقالنا فترة بنتكلم فيه وفترة طويلة كمان، بس خلينا نبدأ نشوف المشكلة حصلت ليه. قبل الأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمشاكل والكورونا، كان كل بلد بتشوف السلع المتميزة فيها وتبدأ إنها تزرعها وتصدرها برا. فكان زراعة الذرة أو القمح أو السلع الاستراتيجية بالنسبة لمصر كان مكلفة. دلوقتي لما حصل سعر الدولار والارتفاع الفترة اللي فاتت، خلى إن ما تيجي تحسب تكلفة الإنتاج بين السلع الاستراتيجية اللي انت هتزرعها هنا في مصر، ولنفرض لو نمسك سلعة أو سلعتين، لو القمح أو الذرة، لو حسبت التكلفة بتاعتها النهاردة هتلاقي إن التكلفة الموجودة زراعتها في مصر أرخص من اللي انت تجيبها برا. فجي الوقت اللي أنا خلاص أنا عندي مشكلة في الدولار، عندي مشكلة في تدبير الحاجات اللي واقفة في المينا عايزة تخش. طب أنا افرض لو ما كان عندي مشكلة إن البضاعة ما جاتليش أساسا، فاحنا لازم نكون حاطين خطط بديلة. احنا عاوزين بعد 2023، بعد 2024، أنا مش هفضل معتمد على الحاجة اللي جالي من بره، مش هفضل اعتمد على الدولار عندي زاد أو ما زادش أو الكلام ده كله. لازم أشتغل، لازم أبدأ أشتغل، لازم. وفي نفس الوقت لما أجيب المستثمر الزراعي واجي أقول له يا فندم تعالى أنت عندك لو اشتغلت واستثمرت العائد على الربح بتاعك هيبقى كذا كذا كذا، منها هو بيكسب، منها بيفتح بيوت ناس، منها إن هو بيسد عجز موجود في سلعة استراتيجية الفترة دي. حضرتك بتتكلم في خطة استراتيجية. تمام. طيب أنا عايز بكرة هأكل الفرخة بتاعتي. حلو. عايز بكرة أحط العلف للإنتاج الحيواني. عايز بكرة أرمي في حوض السمك علف ده بمئات الآلاف من الجنيهات. النهاردة ما عدتش قادر لا أعمل إنتاج حيواني ولا سمكي ولا داجني.
الأمن الغذائي فين؟ لازم في أسرع وقت بنخاطب طبعاً جميع المسؤولين بالإفراج عن الحاجات اللي موجودة في المينا. هو الحل الوحيد الإفراج. اللي هو الحل الوحيد. لإنقاذ الثروات الحيوانية والدجاجة والسمك. بس ده حل قصير المدى. أنا لو أفرجت النهاردة أنا لازم وأنا بفرج أكون حاطط خطة نهاية 2023 أكون أستورد 20% بس أو 30% من الإنتاج بتاعي. من طب هقول لحضرتك على حاجة. أنا منتظر من النائب أحمد إبراهيم البنا وهو من أهم المزارعين في مصر أن يتوسع في زراعات الذرة. إن شاء الله. وأنت من أهم المنتجين للدواجن. ده سبب وجودنا النهاردة. عمالين بنلف ونشوف ونشوف المعوقات اللي بتقابل المستثمرين. انا موجود النهارده مش علشان ان احنا كنستثمر في نفس الوقت، بس احنا بنشوف المشاكل اللي بتاثر على الكل. ممكن اعرف رؤيه حضرتك للصناعه خلال الاشهر اللي جايه امتى هتفوق؟ هل ما نربيش الفتره دي؟ رمضان هنواجهه ازاي؟ السيد وزير الزراعه والناس في وزاره الزراعه بقالهم يومين او الثلاث ايام الاخر بيشوفوا حجم الحاجات اللي في المينا، الاستهلاك بتاع اللي موجود، وبقالهم فتره هم شغالين عليه. بس المشكله مش مشكله وزاره الزراعه، المشكله في تدبير العمله الصعبه. بس احنا حلها ان هو اولا خطه قصيره المدى ضخ الكميات كلها، لان لو ضخيت كميه صغيره انا ما عملتش حاجه. طبعا ضخ الكميات الصغيره يعني. ضخ الكميات الصغيره انت بتعظم الربحيه بتاعه التاجر. صح ليه؟ لان انت ما ضغطتش الكميه كبيره تخلي السعر ينزل، فانت كل شويه تفرج له حاجه بسيطه وتدبر له دولار في وقت ان يعني وقت بديله هديه. بالظبط، فهي دي النقطه. فان شاء الله يا اما يعني بنضغط ان هو يتم الافراج عن الكميه كلها على التوالي بس على بشكل عاجل. بالظبط، وفي نفس الوقت ما يوازي. انا مش عايز اقابل المشكله دي السنه الجايه، انا عايز السنه الجايه ابقى عندي، انا عندي مساحات موجوده هي فاضيه وارض ارض ما حصلتش، ارض مستنيه، عايزه رجاله، عايزه برنامج اسمه الجدعان، هو اسمه الجدعان، عايزه الجدعان دول يخشوا والله العظيم يخشوا يزرعوا يشتغلوا يعملوا يعمروا. هي دي ده الوقت الازمات اللي بتخلق فيه او تطلع فيه الرجاله اللي بتقف وسط بلدها وجنب البلد. باريس من المناطق الواعده زراعيا في مصر، واشجار الجوجوبا في حاله التوسع في زراعتها هتكون محصول صناعي تصديري من الدرجة الأولى، وهنبقى مركز عالمي في إنتاج زيوت الجوجوبا ومنتجاتها. برضو ما تنسوش في شهر يناير 2023 هيتفتح باب تخصيص الأراضي في محافظة الوادي الجديد للراغبين في الاستثمار الزراعي. ده وعد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.